معلش بس الوقعه بقى جت كده الوقعه جت وحشه بس. طيب انا هديك جماعة حضرت رياكشن تبعك بعد ما انا حكيتك ضيقت كيف عملت هيك رياكشن فكرتيني ظلمتك. انا هلا ما راح احكي لانه ما بدي اجرحك بس بدي اصحابك مثل ما عملت قبل شوي برافائيل وحنان بدي اصحابك يخبرونا هن شو حسوا بالبرفورمانس معي انا وبعدين خبريني انت اذا حبيتي حالك ما فوتنا بالمتاهه هذه فوتك بالمتاهه انا عم بقول لك انت نسيك انه انت مع الاكاديميه انت كمشاهد رايك بتجربه بدون كذب كل واحد يخبر خبرته وهي تمام ده مش فلان. طيب بلش مع الناس قفله بس بس قالت على العالي حسيت انا ما فيش احساس يعني كانت عم تزعق في العالي لانه ما قلبت على الدراسه وفي الخاتمه كان في نشاز يعني في الطفله عشان وقعت فجاه قبل ما اخر بتخبريني انت بالاخر ضايقه حسيت ايه وسمعت هيدي هيك هذه صراحه انا بالعربي في الشرقي مش كثير ايه انا بس انه بس تسمع شغله حلوه فول احساس فول حلو غنوا كثير حلو رايك محترم استاذ ايهاب الطابلو كان حلو والانفخسون كانت حلوه في مطارح كانت حلوه واو في مطارح حلوه حطتني انا قفله اوكي رافائيل فيك اذا يمكن سكيب اذا ما بدك فيك سكيب باس سكيب باس اوكي دينا في مطارح كانت كويسه جدا وفي مطارح برضو كانت وين مثلا حددي لي يعني في الاخر وفي النص وهي بلشت حلو كثير وهي نايمه برضو كانت تعبانه بس حلوه على عالي على عالي اوكي اوكي ميك سنس مرمون طب بركي لانه تعبت مثلا نفسها تعب بالاخر لا لا بركي من قعدة ما بدنا نحكي حجج بدنا نحكي شو شفنا بدنا نحلل اللي شفناه ما بدنا نعمل نفوت على شخصيته ونعطي نقول ليه مرقت بالمرحله شو حنان حبيته او ما حبيته انا ضلوا تفصلي كثير بالتفاصيل بس قولي لا التابلو حلو التابلو حلو فيها تعته احسن هي اوكي كهاي طيب قديم سوري هيدي خبريني انت إذا أنت راضية وهذا اللي قلتي لي عنه هديك جمعة بدي فرجيك شو بدي أعمل جمعة الجاي هذا هو اللي بتفرجيني والله يعني أنا مبارح حسيت لو هتكلم بصراحة عن نفسي حسيت نفسي يعني مرتاحة على الستيج مغنية بثقة بس في الآخر وقعت بس زحط في الغنى بس كإحساس أنا كنت حاسة الأغنية كنت حاسة أنا بغني الموضوع أوكي أنا اللي حسيته هو اللي حسوا اصحابك واللي اكيد المشاهد حسوا انه بلشت كثير حلو هيدي اول شيء يعني الواطي عندي كان حلو وطبقه كثير منيحه لالي بس وقت فتت على النوتات العاليه بلشت بدك تشد شوي ضاع صوتك عندك مشكله عم بجرب اسال كل اللي حواليك شو هي من يعني من الجروب تبع ستار اكاديمي تحت يعني اداره وهيك كلهم بيقولوا نفس الشيء في ضياع هيدي في شخص في بنت كانت موجوده باول اكاديمي اول ما بلش البروجرام وفجاه صارت تختفي في شيء زعجها يعني احنا بنحبك بنقول لك ملاحظاتنا من محبه لانه انا بموت بصوتي من اول قلت لك انا مغروم فيكي جيتي هلا كل مره يعني بحس حالي عم ارجع لورا حابب بدي ساعدك بدي اعرف شو عم بسال كل اللي بيعرفك بيحبوك بالاكاديمي خبروني شو قصه كلهم لاحظين زيت شيء مثلي انه شكلك منك مرتاح في شيء مضايقك عم بيقولي بالتمرينات بتغني بتبكيهم طب بكينا على المسرح ليه بس بالتمرين يا حياتي مش عم بفهم بليز بدي اعرف ليه شو حابه تحكي مع حدا مش على الهوا دوت بس ما بديك تخسري هل 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 الاوبورتونيتي اللي عندك اياها بحياتك اللي هي ستار اكاديمي ببرفورمانس بهيك نوع برفورمانسز يعني ضدك يعني انت ما عندك مشكله على العالي انت بنت ما عندك مشكله على العالي على الواطي كان ثابت بعقد فول اوف ايموشنز احساس جدا رائع بمحله جيت على العالي كل شويه تسقيني كافي با 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 قول انا هلا زمطت منها هي ماشي الحال لا ارجع با قضيتها هيك الوقت ذبحتيني بالنهر دبحتيني بعيونك هلك حيلي طيب هيدي ما رح اقول لك اكثر من هيك بس انا ما بدي تفهميني وتنجرحي بدي تشتغلي على حالي انا كنت انا بدي اشوفك بالفينال بس ما بدي اشوفك بالفينال بهالقد بهالقد كميه خوف والله بجد ما كنتش خايفه امبارح خالص بجد هذا شو طب شو اسمه والله ما كنت ليك عدم الكنترول على النوتات يا خوف يا قله ثقه بالنفس يا انزعاج من شيء
انزعاج، قلة نوم، مريضة، سعيانة يعني. لا مش في 100 سبب، بس انه الخوف هو اساسي. انا شايفك مرتاحة. انا ما اعرفش ايه اللي حصل في الاخر، اما جيت وقعت قبل وقعد وقعد كذا شغلي. اول شيء رافائيل عم يسمع يعني ما فهمتش عم تقتل انت كل وقت كده. مهم انه يعني كان في شيء مش مزبوط. اوكي بس بقى احسن من الاسبوع اللي فات صح؟ انا وقت شفت رياكشن تبعي الجماعة تبكي وزعلانة هيك، ويعني قلت انا اكيد رح تفاجئني شيء كثير قوي يا جماعة. ما شفته، ما شفت هبل قوي، شفت شيء اوكي بلش حلو وانتهى عاطل. اوكي.